بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اليوم الجمعة 12/10/2020 من مجزر البساتين تم تحميل 13 طن من لحوم صكوك الأضاحي موزعة على المديريات الآتية: البحيرة 3 طن، الغربية 4 طن، القليوبية 3 طن، المنوفية 3 طن، مع كل مديرية مفتش عام من أعضاء التفتيش العام، وذلك لتسليمها لمدير المديريات وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.